فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: مياه البحار والأنهار التي يصرف إليها مياه الصرف والمجاري ما يضر، لأن تتلاشى فيها النجاسة، تتلاشى فيها، بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث، وهذا أكثر من القلتين. نعم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ صالح بن فوزان الفوزان حفظه الله، فتاوى شرح كتاب العمدة في الفقه للإمام ابن قدامة المقدسي الحنبلي رحمه الله، مرتبة على أبواب فقهية، إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت أعزها الله بالتوحيد والسنة.